يسعد مساكم عن جديد. قربنا على نهاية الشهر الفضيل، باقي يومين غير اليوم أو حتى 3 أيام، ومع قدوم العيد منكون لاحظنا اكتساب شوية وزن زائد خلال الشهر الفضيل. بعض الأشخاص ممكن يلجأوا لحبوب التنحيف كحل سريع وغير متعب لتخفيض الوزن فورا بعد رمضان. شي بيخفض وزنه، شي بده يرفع وزنه، يعني تلاقينا تخربطت كل برنامجنا الصحي. والاستخدام العشوائي لحبوب التنحيف بالذات ممكن يعمل مضاعفات خطيرة أو يتسبب بأمراض مزمنة، وهذا رح يكون موضوع فقرتنا لليوم لنحكي عن حبوب التنحيف، شو أضراره والمقابل شو بتحمل من فوائد. كل هالتفاصيل رح نحكيها مع ضيفتنا اختصاصية التغذية بتول اللو. أهلا وسهلا فيك يا سعد. أهلا يا بتول، رمضان كريم، كل عام وانتي بخير. حبوب التنحيف كاختصاصية تغذية شو موقفكم منها؟ صراحة بالنسبة لحبوب التنحيف، هلا هي بتعتبر انه يعني عوامل دوائية أكثر من أنه عوامل تغذوية. فبيلجأوا كتير للعالم أنه لا الحبوب التنحيف لحتى يتحكموا بشهيتهم، أو مثلاً في أشخاص كتير بيأكلوا كميات كتير كبيرة، بياخدوا هدول الحبوب كرمال يصير عندهم امتصاص للسعرات الحرارية الزائدة يلي عم ياكلوها بهالكميات الكبيرة. فإلى عدة أنواع يعني حبوب التنحيف، شو أبرز أنواعها؟ في عنا نحنا الأنواع كتير شائعة، كلهم تقريباً يعني لهم آلية واحدة. بس في عنا أنواع مثلاً حبوب أو ممكن عنا إبر تنحيف. أنا هدول الأشياء يلي نحنا عم نستخدمها كرمال التنحيف، أنا بفضل أنه ندرسها أكتر ونشوف أنه هل الشخص بتناسبه أو لا، وما الواحد ياخدها عشوائياً، لازم يستشير الحكيم أخصائي التغذية قبل ما ياخد أي شيء منه. طيب نحن امتى بنلجأ لحبوب التنحيف؟ يعني مو اذا زدت كيلو او كيليين فخلص انا باخذ حب تنحيف، في له انواع كمان، هو في منه اعشاب وفي منه مو بالاعشاب، ومنه كمان بياثروا على النفسيه اذا كان اعشاب ولا ما له اعشاب، فانا امتى بلجأ للحب وشو النوع المناسب لي؟ هلا نحن بنلجأ لحبوب التنحيف اذا كان مؤشر كتله الجسم عند الشخص اكثر من 30، او إذا كان الشخص كمان عنده مؤشر كتلة الجسم 27 بالإضافة إلى عوامل أخرى اللي هي أمراض مزمنة. بالنسبة للأعشاب، مو كل الأعشاب نحن فينا نعتمدها إنه إذا كان موجود على الملصقات إنها طبيعية، يعني هي طبيعية، لا، بدنا نتعمق أكثر بالمنتج أو بدنا نقرأ أكثر عن الماركة التجارية المسجلة اللي هي منزلة هذا المنتج لحتى نتأكد أكثر إنه بيناسبني أو لا، أو أضراره أو إنه له سايد إفكتس. تمام، هنحكي عن السايد إفكتس بعد شوي، ولكن في عدة أمور لازم أخذها بعين الاعتبار قبل ما بلش أنا بحب التنحيف. يعني كيف بيشتغل هذا الحب؟ لازم أخده الصبح ولا المساء؟ على الريق ولا بعد وجبة؟ في حبوب تمنع الامتصاص للدهون مثلا فبينطرح مع الإطراح، في حبوب بتدر البول بزيادة فأنا بنزل وزني مي ما عم ينزل كالوريز، في حبوب ترفع الاستقلاب، في حبوب يعني تم منعها ببعض الدول وخاصة في سوريا وغير سوريا، فلذلك لازم انتبه كتير منيح شو عم بتناول. نروح للسايد افكتس، الأعراض الجانبية للي بياخدوا حبوب تنحيف، شو أبرز الأعراض؟ ممكن يحسوا بسرعة خفقان القلب، ممكن العصبية، ممكن يصير معهم اكتئاب بسبب الفترة الطويلة لأخذ هدول الحبوب، وممكن كمان يعني بيلاقوا شوي تغيير بالمزاج. هلأ أنا هدول الأدوية بالذات إذا اتاخدت على مدة كتير قصيرة ممكن تساعدنا شوي، بس إذا اتاخدت على مدة كتير طويلة ممكن نبلش نحس بهدول الأعراض وممكن أنه تتزايد. يعني في أشخاص ممكن يوصل عنا الأعراض الجانبية أنه إذا شخص ما وافقه هي الحبوب ومنه عامل بحث كتير طويل وأخده دون استشارة الطبيب أنه يسبب الوفاة، أو مثلاً يسبب له أمراض تانية بالضغط، بقصص تانية، بالسكري، فهذا الشيء ما أبداً لا ينصح فيه. هلأ حبوب التنحيف إمتى نحن فينا ناخدها؟ إذا نحن كنا معتمدين نظام غذائي جيد بالإضافة لرياضة،
اثنيناتهم سوا مع حبوب التنحيف. وكمان لا ينصح باخذ اي حب هيك عشوائيا مثل ما قلنا، لازم يكون ابروفد او موافقه عليه من وكاله اداره الغذاء والدواء الاف دي اي. طيب اذا بدها تنزل وزنها الصبيه ونحن قلنا لا تاخذي بطريقه عشوائيه ولا تاخذي الحب مدري شو ممكن ياذيكي ممكن يضرك، في بدائل؟ بدائل انه فيها تروح على الدايت مثلا. لا يكفي لحاله اذا هي وزنها كبير. هلا بصير صحيه بشغلات تنقص وزنها بطريقه تحافظ على صحتها. هلا صراحه انه فيها مثل ما خبرتك تاخذها على فتره قصيره بس تتحكم لها شوي بالشهيه، بس ما تعتمدها دائما، يعني تغير اللايف ستايل تبعها. قديه المده بتنصحيها؟ يعني ممكن اسبوع اسبوعين، مو شهر حتى، يعني اسبوع اسبوعين. اسبوع اسبوعين، هلا ما فيها مده حسب كمان الدواء اللي نحن عم نوصفه. تمام. فهي بالاضافه لهذا الدواء لازم انه تغير اللايف ستايل تبعها، يعني انا ما بروح دغري بعتمد على حبوب التنحيف. لا أنا بغير بنمط حياتي، بغير بنظامي، ببلش بعمل خطوات صغيرة بالرياضة والله وباخد معها حبوب التنحيف عن جد وبتزبط. ولا تقلولي ما حدا بينحف، اللي بيضبط أكله بيغير نمط حياته بيوازن ساعات صحيح. نومه بيمشي بيلعب رياضة بيوفر على جيبته بصراحة حق دهون وشحوم وسكريات وبالنهاية بيكسب صحته وجسمه. ما ضل غير نتشكرك، أهلا وسهلا فيكي. شكرا كتير لكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير عليكم وعلى أهلكم وأهلا وسهلا متابعين قناة سلم. أهلا وسهلا شكرا كتير لك.